متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او AMS TV. في بدايه كل حلقه كنبغي نوجه الشكر للناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، الناس اللي كيشجعونا والناس اللي كيدعمونا، وكنعتذروا منكم على عدم بث الحلقات في الايام الماضيه، طولنا عليكم شويه، كنعتذروا لكم وما نطولش عليكم وندخلوا معكم في سرد قصه او جريمه اليوم. متابعينا الكرام، الاحداث ديال الجريمه ديال اليوم دارت سنه 2007 ضواحي مدينه صفرو. واحد العائلة كتكون من الزوجة والزوج وثلاثة ديال البنات. هاد الزوج هذا كان فلاح في ذاك المنطقة، عنده الزوجة ديالو كتعاونو في الفلاحة، البنات ديالو خلاص كاسين في الدار، مرة مرة تعاونهم تما في الفلاحة. واحد النهار تقدم واحد الشاب تقدم عند العائلة هادي، قال لهم ودي بغيت البنت ديالكم الكبيرة، راكم عارفين الناس الدوار معروفين. قالوا له مرحبا، جيب والديك واجي تخطبها. بالفعل جا خطب هاد البنت هادي، داها تزوج بها، عاشوا بيناتهم واحد العام او عام ونص. دارت بيناتهم المشاكل، وقعوا مشاكل مدابزه، ما بقاتش العيشه بيناتهم مزيانه. ولكن المشكله في هاد العلاقه هادي هي ان الزوجه او هاد العائله هادي اللي تزوجوا ولدوا واحد البنت. بقاو كي كل مره تيدابزوا تيتصالحوا، عاوتاني تيدابزوا ويدخلوا الجيران ويدخلوا الناس ويتصالحوا ويرجعوها. صافي في التالي استحالت العيشه بيناتهم. شو غادي يديروا؟ غيطبقوا ابغضوا الحلال عند الله هو الطلاق. طلقوا، هو مشى بحالته وهي مشات بحالتها، ودات داك البنيته معها. بقات الحياه مستمره، السيده هزت البنيته ديالها ومشات لدار باها، عاشت مع باها. داك السيد اللي كان مزوج بها مشى بنا الاسره ديالو، واخا كانوا ساكنين في نفس الدوار ما كانش بيناتهم شي خصام او هذا، صافي ما تفاهموش، طلقوا كلها مشى بحالته، هي مشات عند دار باها، هو مشى تزوج وبنى الاسره ديالو. كيخسر عندك البنيته ديالو، تيعطي لها الفلوس للام ديالها باش تكلف بها، وبقات الامور غادي هكا. كبرت البنيته ولات في عمرها شي 4 سنين، بدات كتخرج كتلعب مع داك ولاد الدوار، كتخرج هنا كتجلس في الباب كتلعب مع البنيتات. بقات الامور غادي هكا، راكم عارفين الدوار كيكون دوار واحد، كيكون ولادو معروفين، هذا ولد فلان هذا ولد فلانه. واحد العشيه من سنه 2007 مع ديك الوقيته ديال 3:30 مع ديك العصر بالضبط، البنت خرجت كتلعب مع بنات الجيران. الام ديالها جالسه مع شي جارات تيخدموا واحد العقاد او كيتسمى الازرار الحريريه، معروفه في المنطقه ديال صفرو. بقاو جالسين تيخدموا العقاد، البنت ضربت فيها الام الفقد، ما بانت ليهاش، بدات كتقلب هنا كتقلب هنا ما بانش ليها. الام هنا عطات واحد الفكره، قالت يمكن الجد ديال البنت فاش خرج مشى يصلي العصر يمكن دا معاه البنت، لان موالف تيدي معاه داك البنت مره كيخرجها، بحكم ان البنيته صغيره تيكون غادي الجمع تيديها، ولا كيكون غادي للحانوت تيديها معاه. الجمع ما كايناش بعيده، راه غير في الدوار، غادي تسنى الام يرجع بوها من الجامع باش تقول له واش البنت ديالي مشات معاك. واخا هكاك ما هناهاش الخاطر، بدات كتقلب هنا كتقلب هنا، داك الوليدات اللي كتلعب معاهم باقيين تمايا، حتى دوك اللعاب اللي كتخرج من الدار اللي كتلعب معاهم مازالين محطوطين تما، البنت ما كايناش. رجع جدها من الجامع سولاتو بنتو، قالت له واش بنتي ما مشاتش معاك للجامع؟ قال لها لا، راه خليتها انا فاش خرج مشي نصلي العصر. تاكدت الام بان البنت ديالها مشات لشي بلاصه. الدوار عندهم معروف، دوار فيه طريق وحده كتدخل وكتخرج الجهه الاخرى، ماشي شي طريق رئيسيه غير طريق ثانويه، اذن البنت فين غتكون مشات؟ تكون قبطات شي طريق، البنت مازال صغيره، اذن واخا تقبط الطريق راه داك الدوار معروف، غير القوا يقول هذه بنت فلانه يلا نديوها ليها. ولكن البنت ما بانش ليها الاثار. سولات شي جاره تما، واحد الجاره قالت لهم ودي راه البنت ديالك هذه غير شي قسمين، راه كانت هنايا راه واحد 10 دقائق كانت كتلعب هنايا. اذا البنت ماشي شي مده طويله باش اختفات، مازال يلا غابت على الانظار. بدات كتقلب هنا كتقلب هنا، شنو غادي يدير جدها ديال هاد البنيته هادي؟ مشى عند باها، مشى عند باها دق عليه، قال لها ودي البنت واش ما جيتيش ديتيها؟ قال له لا انا ما ديت البنت لا والو. بقاو كيقلبوا تما، خرج شاب باها كيقلب معاهم، قلب هنا قلب هنا قلب هنا، البنت ما بانش ليها الاثار. شي ساعتين هما كيقلبوا، داك الدوار كله خرج حتى هو كيقلب، البنت ما كايناش. هنا غيضطروا باش يخبروا رجال الدرك الملكي، غيمشيو يقيدوا او يديروا محضر البحث لفائده العائله. مشاو عند رجال الدرك الملكي اللي تابع لهم هذا الدوار هذا. السلام عليكم. السلام. قال لهم اودي حنا بنيتها تكون في العمر ديالها داك 4 سنين او 4 سنين وشي حاجه كانت كتلعب حدا الدار، فجاه اختفات ما بقاش كتبان.
قلبنا هنا قلبنا هنا ما لقيناهاش. قالوا له شحال باش غادي تكون مشات؟ وقالوا ما سيدي دير شي 4 ساعات، راه من العصر دابا دير قريبة المغرب ما بانش البنت، راه قلبنا في اي بلاصه والدوار كله كان كيقلب وما لقيناش البنت. قالوا لهم ودي عطونا شي تصويره عندكم ديال هاد البنت هادي باش نديروا لكم بحث لفائده العائله ونقلبوا. بالفعل عطاهم واحد التصويره ديال البنت، بنت كانت شويه الملامح ديالها مازال صغيره في داك التصويره. عطاوهم داك التصويره، داروا البحث لفائده العائله، رجال الدرك الملكي تاكدوا بان داك البنت راه مازال صغيره، غادي تكون اما شي واحد داها واما تلفات مشات تابعه شي حاجه وتلفات. قلبوا تما رجال الدرك الملكي خرجوا كيقلبوا، لان هذه بنت صغيره ماشي بنت تكون في عمرها 17 عام او 18 عام او كذا، هربت مع شي واحد او كانت مع شي واحد وداها، اذن هذه راه بنت صغيره غالبا اما غتكون تبعات شي حاجه وتلفات وما عرفاتش ترجع او طاحت في شي بير. بداو كيقلبوا في داك البيار تما، قلبوا في داك الجنانه ديال الزيتون، ما كايناش البنت، البنت ما كايناش كاع، ظلام الليل البنت مازال ما بان ليهاش الاثار. رجل الدرك الملكي قال لهم ودي احنا على اتصال، الا بان شي حاجه، الا بان شي حاجه من جهتكم عيطوا لينا علمونا، والا بان حنا عندنا شي حاجه غادي نعيطوكم نعلموكم. هكاك العائله ديال هاد البنت والدوار كامل ما وقفش على البحث، بقى كيقلب كيقلب هنا كيقلب هنا كيقلب هنا، البنت ما بان ليهاش الاثار. قلبوا داك البيار اللي يكونوا اللي تكون طاحت فيهم، مشات كتلعب البنت وطاحت في البير. قلبوا في داك الشجر ديال الزيتون، قلبوا في داك الجنانات، البنت ما كايناش، البنت في عمرها 4 سنين، البنت راه مازال صغيره، اذا ما غتكونش مشات مع شي واحد. وحتى الا مشات مع شي واحد راه الدوار راه معروف، وحتى الا شافها شي واحد غادي شي بلاصه غادي يرجعها، لان معروفه بنت فلان، معروف باها شكون هو، معروفه امها شكون هي، اذا ما عرفوش البنت فين مشات. ديك الليله اللي اختفات فيها البنت، رجال الدرك الملكي اللي تابع لهم هاد الدوار هذا اللي اختفات منه البنت، عيطوا لهم شي ناس قالوا لهم ودي راه واحد البنيته تكون في العمر ديالها داك 6 سنين 5 سنين راه ميته في واحد البلاصه. رجال الدرك الملكي تفاعلوا مع هاد الاخباريه هادي وانتقلوا لعين المكان. فاش انتقلوا لعين المكان غيلقاو جوج ديال الشبان، واحد تكون في العمر ديالو داك 27 سنه والثاني تكون في العمر ديالو داك 30 سنه. هاد جوج ديال الشبان كانوا واقفين جنب الشانطي وعندهم الطوموبيل ديالهم، عندهم واحد البيجو. السلام عليكم. السلام. قالوا ما سيدي حنا اللي عيطنا لكم على حساب هاد البنيته هذه، لقيناها ميته هنايا. رجال الدرك الملكي اصلا عندهم بحث لفائده داك العائله اللي مختفي لها البنت. هنا كاين واحد النسبه بان البنت راه هي هذه، لان ما بعيداش على داك الدوار اللي اختفت منه البنت، ما بعيداش ونفس الطريق كتدي للدوار. ولكن التصويره اللي عطاهم العائله ديال داك البنت ما كتطابقش مع الملامح ديال هاد البنت هذه اللي طايحه وسط الحرس، طايحه في وسط واحد الحرس وكاين داك الربيع تمايا، والبنت مليوحه تما بشكل مستقيم بحال شي واحد جا وهزها وحطها في داك البلاصه بحال ينعسها ومشى بحالاتو. على ايين رجل الدرك الملكي سولوا هاد الشبان قالوا كيفاش تلقيتوا هاد البنت هادي؟ وقالوا ما سيدي حنا عندنا شي خدامه، مشينا ديناهم للمدينه، ركبناهم في البيجو وديناهم للمدينه حطيناهم. فاش كنا راجعين بانت ليا البنت جنب الطريق، قلت لخويا حبس نشوفوا شنو واقع. فاش هبطنا لقينا هاد البنت هادي طايحه هنا وميته. قالوا لهم ما كتعرفوهاش؟ قالوا لهم لا سيدي. فين ساكنين نتوما؟ قالوا ما حنا ساكنين سيدي في الدوار الفلاني، هاد الشباب هادو ما ساكنينش في هاد الدوار اللي مختفيه منه البنت، ساكنين في واحد الدوار واحد اخر، غير كيستعملوا داك الطريق مختصره باش كيوصلوا الخدامه. هنا هاد الشبان هادو سولهم رجال الدرك الملكي، قالوا لهم فاش كنتوا غادي توصلوا خدامه؟ ما بانتكمش البنت طايحه، ما بانتكم والو. هنا واحد منهم قال لهم سيدي انا صايق، ما كنت كنشوف غير الطريق، حتى الا كانت تما راه ما شناهاش. دابا فاش كنا راجعين خويا كان فهاد الاتجاه اللي فيه البنت كان كيشوف، كان لان ما صايق ما والو تيشوف بانت ليه البنت. قال لي حبس خرجنا لقينا هاد البنيته هادي. مزيان رجال الدرك الملكي عيطوا تقنيه مسرح الجريمه، هزوا البنت نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه. رجال الدرك الملكي شنو غيديروا هنايا؟ غيعيطوا للعائله اللي اختفات لهم البنت، عيطوا لهم قالوا لهم ودي غتلتحقوا بينا دابا للمركز ديال الدرك. جات العائله، السلام عليكم السلام شنو واقع؟ قالوا لهم ودي شي شباب كانوا دايزين من الطريق الفلانيه ولقاو واحد البنت تكون في العمر ديالها داك بين 4 سنين حتى 5 سنين ونص. البنت شنو لابسه؟ حنا التصويره اللي عطيتونا ديك البنت ما مشابهاش مع ديك البنت اللي لقينا، كان واحد كاين الاختلاف.
قالوا دابا غادي تمشيو معنا تمشيو معنا لامورك او مستودع الاموات باش تشوفوا الجثه وتتعرفوا عليها. مشات العائله للسبيطار جبدوا لهم الجثه ديال البنت. العائله تعرفات على البنت ديالهم قالوا ما سيدي هذه هي البنت ديالنا. راكم عارفين هنا ردت الفعل ما نقدرش شحال واحد كيقول لك اودي كيفاش كانت ردت الفعل ديالهم. راكم عارفين ردت الفعل ديال البنت ماتت ليهم في عمرها 4 سنين بنت مغدوره عارفين الغوات والصداع والصريخ وراكم عارفين الهضره بلا ما نحتاجوا نهضروا عليها. على ايين رجعوا العائله مع رجال الدرك الملكي للمركز باش يسمعوا لهم يقدروا يفيدوا التحقيق في شي حاجه. هنا رجال الدرك الملكي غادي يسولوا الام الضحيه قالوا لها ودي انت ما عندك شي مشاكل مع شي جارات او مع شي واحد تما في داك الدوار او شي مشاكل؟ قالت لهم لا سيدي ما عندي حتى شي مشاكل مع شي واحد. ماما كدابسي قالت لهم سيدي كاين شي خلافات بساطين ولكن ما ماشي شي مدابزه. مؤخرا ما وقع لك مشاكل مع حتى شي واحد؟ قالت لهم لا سيدي انا طلقت بداك البنيته بقيت عايشه مع الاب ديالي راه معروفه تما كنقص مع الجارات كنتعاود معاهم. رجال الدرك الملكي تارت انتباه ديالهم داك القضيه ديال الطلاق. قالوا كيفاش انت مطلقه ديك البنت؟ قالت لهم سيدي مطلقه. وفين هو الاب ديال البنت؟ وقالت لهم سيدي راه كان كيقلب معانا راه ساكن معانا في نفس الدوار. ايوا قالت لهم سيدي تفرقنا انا وياه انا عايشه مع الاب ديالي بالبنيته ديالي هو مشى تزوج راه عنده عائله اخرى ديالو. رجال الدرك الملكي قالوا يمكن هاد الاب ديال البنت يقدر يكون دار هاد القضيه هذه يقدر يكون ارتكب هاد الجريمه هذه. سولوها قالوا لها ودي العلاقه ديالك بينك وبين هاد الزوج هذا الطليق ديالك عفوا كي داير العلاقه بيناتكم؟ وقالت لهم سيدي العلاقه بيناتنا مزيانه راه من اللي طلقنا ما كيجبدني ما كنجبدو كل واحد شاد تقارو كل شيء غادي على ما يرام. قالوا لها ودي النفقه ديال البنيته كيعطيها لك؟ قالت لهم سيدي كيعطيني المستحقات ديال البنت كامله وشي مرات بالزايد. كيقول لك ودي هذه بنته وكيعطي بالزايد كاع ما كيفوت لي داك القياس اللي مخرج له القانون ديال النفقه كيفوتوا لي وكيقول لي ودي هذه ديال البنت. قالوا لها وهاد البنت هذه ما كيديهاش؟ قالت لهم سيدي من نهار اللي طلقنا ما عمرو جات دا البنت ديالو. البنت ديالي ما كيعرفهاش يمكن ما كيعرفهاش راه البنت واخا ساكن في نفس الدوار يمكن الا كيشوفها من بعيد ما عمرو حتى جابسها. سيجي داك البركه سيصيفطها كنمشي كنشري لها بها الحوايج او كذا او كذا. هادشي اللي كاين سولو داك الزوج ديالها جابوه سولوه نفس الاعتراف قالوا مسيدي انا مزوج وعندي عائله ديالي وفين خدامه فين خدام وانا ما عندي لا مشاكل مع ديك الزوجه لا والو. كانوا مشاكل تفرقنا انا وياها انا مشيت بنيت اسره ديالي وهي بنات العائله ديالها عاوتاني مشات عند باها جلست معاه ما عندنا لا مشاكل لا والو الحمد لله مزيان. رجال الدرك الملكي ما لقاوش شي بيست علاش يدخلوا بتاتا. كيفاش الام عندها حتى شي عداوه حتى الطليق ديالها كتقول له سيدي ما عندنا شي مشاكل حنا كان خلافات بيناتنا طلقنا كلها مشاش طريقو حتى النفقه كيخلصها لها بالزايد كاع. اذا الام هنا كتعترف بان الاب ديالها ديال البنت معها مزيان ما كتلقاش معها شي مشاكل. اذا شكون اللي ارتكب هذه الجريمه هذه؟ هنا تقرير التشريح الطبي غادي يجي غياكد لهم بان البنت تخنقات وعاد تغتصبات. البنت كانت مغتصبه ولكن اللي اغتصبها قتلها عاد اغتصبها. واللي طار انتباه ديالهم هي ان البنت ما تخنقاتش باليد ماشي شي واحد جا خنقها بيديه من هنا ومن هنا وخنقها. البنت كانت مخنوقه بحال بشي بلاستيكه او بشي حاجه بحال هكذا. لان علاش الطبيب الشرعي قال لهم ودي البنت عندها واحد الحموم واحد بحال شي حاجه كحله على العنق ديالها ديك باش تخنقات طلقات فيها واحد الوسخ بحال الشكل ديال الحموم ديال الرماد فاش كيبقى داك الرماد داك الكحوليه. اذا كيفاش هذه القضيه هذه؟ رجال الدرك الملكي غيتوصلوا بواحد الاخباريه. توصلوا بواحد الاخباريه شنو كتقول؟ بان ذاك النهار اللي اختفت فيه البنت كان واحد السيد تما عندهم في الدوار هو ماشي هو الدوار ولكن خاطب واحد البنت من نفس الدرب اللي ساكنه فيه هاد البنيته هادي. خاطب شي بنت وكيجي عندها وهاد السيد تكون في العمر ديالو داك 29 سنه عايش في الديار الايطاليه هو ساكن على برا وتيجي يشوف الزوجه ديالو هنا لان مازال خاطبه مازال ما داروا العرس لا والو. قالت لهم هنا الام ديال هاد البنت هادي اللي مختفيه قالت لهم ودي هاد السيد هذا راه هو كيقلب معانا راه ما خلاتهم فين مشى قلب معانا كان هاز طوموبيلته كيقلب معانا.
ولكن اللي صار انتباه هي بان الام قالت له مودي فاش خرجت نقلب على البنيته ديالي راه ما كانش الطوموبيل ديالو كانت حابسه تما، ولكن من بعد جا رجع كيقلب معانا. كيفاش خرجات ما لقاتش الطوموبيل والسيد جاي عند 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 النساب ديالو، واحد اللحظه عاوتاني جا بالطوموبيل داك يقلب. كاينه شي حاجه ما مفهوماش انا في هذه القضيه هذه. رجل الدرك مالكش غادي يديروا، غيجيبوا هاد السيد هذا غيستدعيوه غيجي عندهم لابريكات السلام عليكم سام، قال له نتايا جيتي عند العائله الفلانيه لانها سابق؟ قالوا ما سيدي بالفعل انا خاطب عندهم واحد البنيته وتنجي تنشوفها لان مازال قصير كنتسنى باقي لها واحد الربع شهور وعاد غادي نجي نزوج بها لان كنجي غير كنجي من برا كنجي كنشوفها. قالوا ليه انت النهار اللي اختفات فيه البنت كنتي عند داك نسابك، ولكن الام ديال البنت كتقول بان فاش خرجت كتقلب على البنت ديالها ما كنتش الطوموبيل ديالك واقفه تما في البلاصه، ولكن من بعد جيتي كتقلب معاهم. كيفاش هاد القضيه هادي فين مشيتي؟ قالوا ما سيدي واش هذا اتهام؟ قالوا له لا ماشي اتهام، وانما هذا سؤال يستوجب الرد. سولناك جاوبنا قلنا فين مشيتي؟ وقالوا ما سيدي انا كنت جالس مع النساء تغديت معهم خرج ركبت طوموبيلتي وخليت العائله ديالي تما ومشيت للسوق مشيت كنتقهوى هنا وكليت هنايا. وقالوا علاش ما تغديتيش مع نسابك؟ قال ما سيدي تغديت. وكيفاش تغديتي نتايا ومع الوقيته ديال العشيه ديال العصر مشيتي تاكل؟ وقالوا ما سيدي مشيت ناكل. فين بلاصه مشيتي؟ قال ما سيدي مشيت للريستور الفلانيه. شنو كليتي؟ كليت كذا وكذا وكذا. قالوا يلا تمشي معنا تورينا هذا الريستو هذه اللي كليتي فيها. بالفعل داوه مشاو لذاك الريستو داك القهوه سولوا داك الخدامه تما قالوا ما سيدي هذا السيد هذا ما شناهش هذا النهار ما جاش عندنا شي واحد سربينه في هذا الشكل هذا. وقالوا انت كتسمع الناس قالوا لك ما جيتيش لهنا؟ قالوا لا سيدي انا جيت لهنايا. شنو كليتي؟ هذاك الماكله اللي قال لهم راني كليت عند هذه القهوه هذه. اصلا هذه القهوه ما كطيبهاش كطيب غير شي حاجه اللي بعيده على ديك الماكله اللي كان كيطلب هو، ما كطيبش كما قال هو اللوبيا والهرقمه وكذا وكذا، وانما كطيب شي حاجه اللي هي عصريه ما عندهاش علاقه بديك الماكله اللي ذكر لهم النوبه الاولى. وقالوا له انت كتقول لينا كلينا هنايا كذا وكذا، ولكن انت كتشوف هاد الناس هادو ما عندهمش حتى هاد الماكله هادي. وفي نفس الوقت قالوا لك سيدي ما جيتيش عندهم، وحتى السرباي اللي كان في الصباح راه هو اللي كان في العشيه، ما نقولوش بان تبدل السرباي وجا واحد اخر ما عرفكش. رجال الدرك الملكي بان له السيد كيدخل وخرج في الهضره. قالوا ليه فتح الطوموبيل بدو كيقلبوا هنا الطوموبيل ما فيها والو، الطوموبيل كانت فيها حتى شي حاجه. فتحوا الكوفر بانت لهم تما واحد الكروه، ديك الكروه ديال الموتور، واحد البلاستيكه او بحال شكل ديال الجلده كتكون على الموتور، كروه كتسمى الكروه. ديك الكروه كانت عنده في الكوفر، ديك الكروه كانت مقطعه. قالوا ليه اش كدير بهذه؟ وقالوا ما سيدي هذه تقطعت ليا وبدلتها. قالوا ليه ولدي هذه باينه ما مقطعاش في الموتور ديال الطوموبيل، هذه باينه قطعتيها انت بشي اله حاده، اما بشي بقاص او بشي موس، لان كنت قطعات في الموتور ديال الطوموبيل غتبان مجرشتلا كما كنقولوا حنا، غيكون مازال مزقه، ولكن هذه مقطعه بمستوى واحد. قالوا له افتح الكابو ديال الطوموبيل نشوفوا الموتور. بالفعل لقاو بدل الكروه بكروه واحده اخرى جديده. هنا رجال الدرك الملكي دوروا في بالهم ديك القضيه اللي قال لهم الطبيب الشرعي، قال لهم البنت بان فاش تخنقات بشي حاجه اللي طلقات فيها الكحوليه في العنق، وداك الكروه اللي لقاو عنده في الكوفر حتى هي كتطلق الكحوليه. هنا رجال الدرك الملكي غادي ياخذوا واحد العينه من الدم ديال هذا الشاب هذا، وغادي يصيفطوها للمختبر باش يديروا لها التحاليل ويقارنوها مع الشخص اللي اغتصب داك البنت او داك الطفله عفوا. غادي يصيفطوا وغادي يجيهم الريزلتا ديال داك التحاليل. داك الريزلتا كانت صادمه بمعنى المقاييس. رغم الكذوب ديال هاد الشاب هذا وقال لهم مشيت للقهوه وديك الكروه حقا تقطعت ليا وكذا وكذا وكذا، كاع داك الشيء خلاوه جانبا. قالوا له اسمع ولدي هنا راه ما كاين ما تخبي، خبيتي لنا بان مشيتي للقهوه وخبيتي لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هادي راه ما عندك فيها فين تخبي. قلنا ولدي راه الطبيب الشرعي والتحاليل اللي درنا لك اكدوا بان انت اللي اغتصبتي داك البنت. دابا راه حنا امام شيء اللي هو علمي، ما غاديش تكذبوا لا انت ولا انا، نقدروا حنا
داك البحث اللي درناه معاك يكون غلط، ولكن هذا الشيء ما غيكذبوا حتى شي واحد. دابا ولدي بلا ما تصعب لنا الامور، قول لنا شنو وقع هنا. غادي يضطر هذا الشاب هذا او هذا المجرم هذا يعترف. قالوا ما سيدي اللي وقع غادي نعاود لكم. قالوا عاودينا حنا كنسمع. قالوا ما سيدي انا خاطب واحد البنت من نفس الدرب اللي ساكنه فيها الطفله هذه والام ديالها والعائله ديالها. قالوا ما سيدي انا كنجي من برا تنجي تنشوف هذه البنت، لان هذه البنت خاطبه واحد المده كنتسناها تكمل 18 عام باش يمكن ليها تزوج، وهنا كنجي انا والعائله ديالي باش كناكدوا لهم بان حنا مازالين باغيين داك البنت. قالوا له زيد هذه عرفناها، شنو المشكل؟ كيفاش توقع ديسي هذه البنت هذه؟ قالوا ما سيدي داك النهار جينا وتغدينا معهم، وفاش خرج بانت لي البنت كتلعب. ركبت في طوموبيلتي قلت لها اجي، البنت صغيره تما جايه عندي، طلعتها في الطوموبيل درتها في الخلف ديال الطوموبيل، دارها في الخلف الطوموبيل باش ما تبانش. قالوا ما سيدي وديماريت بها وتميت غادي، قلت لها غادي نشريك وغادي نشريك، البنت طمعات. قالوا ما سيدي تمينا غاديين، واحد اللحظه بعدت بها خرج من الدوار في واحد الاتجاه ديال الخلا. قالوا من البنت بدات كتغوت، فاش البنت بحال حسات كتقول لهم رجعني لماما رجعني لماما، البنت بدات كتغوت قال لها صافي انا غنرجعك. مشى للموتور حيد داك الكروه قطعها وقج بها البنت قال لهم وغتصبتها. فاش غتصبها والبنت ميته شنو غادي يدير؟ ما لقاش كيدير لوحه والنهار والروينه، دارها في الكوفر ورجع بها للدوار، بقى في الدوار تما الغوات والناس كيقلبوا، انخرط حتى هو كيقلب معاهم. البنت راها في الكوفر طرق عليها ما كاينش اللي يفتح له الكوفر، كيقلب حتى هو هنا ويقلب معاهم هنا ويقلب معاهم، البنت راها في الكوفر. حتى تفرقات المجموعه وظلام الليل قال لهم ومشيت لواحد البلاصه خاويه فين لقيتو البنت وهزيتها من الطوموبيل وحطيتها تمايا. كانت هذه هي الاعترافات ديال هذا المجرم، ديال هاد المريض النفسي، يعني كنسميه مريض نفسي. بنت طمع في بنت في عمرها يلا 4 سنين، يلا طفله صغيره قد طمع في تربيه، هذا كيتسمى مريض نفسي. غيتقدم هذا المجرم هذا للعداله وغيتحكم بعقوبه المؤبد. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وقصه اليوم، نتمنى تكونوا خديتوا العبره منها. وحدة ولادكم اللي عنده شي وليد يحضيه ماشي يغفل عليه. متابعينا الكرام، الى هنا تنتهي الحلقه، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وخديتوا منها العبره، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.